السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الابتدائي، النهاردة هناخد مع بعض تربية دينية إسلامية. هناخد مع بعض المحور الثاني، العالم من حولي. هناخد الموضوع الأول عقيدة. قصتنا النهاردة قصة إتقان العمل. يعني إيه ميس إتقان العمل؟ إتقان العمل يعني إتمامه وإنجازه من أي شخص بدون نقص. يعني مثلا واحد، مثلا الاب بيعمل ايه؟ الاب يمس بيوفر لنا الاموال علشان نشتري الغذاء والطعام والملابس. يبقى الاب يعمل ليوفر لابنائه ايه؟ الغذاء والطعام والملبس. يبقى تاني الاب بيعمل لايه؟ بيعمل ليوفر لابنائه الغذاء والطعام والملبس. قلنا اتقان العمل يعني انجازه واتمامه على اكمل وجه. يبقى معنى اتقان العمل ايه؟ انجازه واتمامه على اكمل وجه من اي شخص. احنا كده قلنا الاب بيعمل ليوفر ايه؟ ليوفر الغذاء والملابس لابنائه. طيب احنا قلنا الاب، طب الام؟ الام كمان يا اصحابي تعمل في المنزل وتبذل جهدها عشان توفر الامن والامان والاستقرار لاولادها في المنزل. يبقى يعني الام في المنزل، الام يميز بيبقى ليها دور برضو كبير في حياتنا زي الاب. ايوه الام ليها دور كبير في المنزل. قلنا ان هي بتوفر لابنها ايه؟ بتوفر لهم يميز الوقت والجهد عشان توفر والأمان. لهم الامن والامان. كمان بتذاكر لهم، مش انت ماما بتذاكر لك؟ اه يميز بتذاكر لنا وتقعد جنبنا واحنا بنكتب ايه؟ الواجب. طيب ودايما يميز ببقى مطمنه وماما جنبي بتوفر طيب الامن والامان. ليهم دور. طب والاولاد ما لهمش دور؟ اكيد يميز بيبقى لينا دور برضه. طب ايه دور كنت مفروض بقى؟ اول حاجه يميز اللي احنا لازم نسمع كلام بابا وماما، واللي احنا نتفوق في دراستنا ونبذل جهدنا في الدراسه عشان ايه؟ جهد كبير في الدراسه عشان نوصل للنجاح ونفرح ماما وبابا. تمام. يبقى احنا قلنا ان كل واحد ليه دور او ليه عمل في الاسره. قلنا الاب بيعمل ايه؟ انا هقول لك يا ميس، اول حاجه يعمل ليوفر الغذاء والطعام والملبس لابنائه. طب والام؟ والام تعمل في المنزل وتبذل جهدها لتوفر الامن والامان والاستقرار لاولادها في المنزل. وقلنا الاولاد كمان ليهم ايه دور في الايه، في العمل اللي هو ايه؟ اللي هو يا ميس يتفوقوا في دراستهم ويبذلوا جهدهم في الدراسه عشان يوصلوا للنجاح. برافو. يبقى احنا قلنا مره كمان اتقان العمل هو اتمام وانجاز العمل المطلوب مننا على اكمل ايه؟ على اكمل وجه، كمان دون تقصير. ما ينفعش نقصر في ايه؟ في عملنا او ايه او ننقصه. خلاص وعرفنا كل دور من في الاسره، كل اب او الاب والام والاولاد بيعملوا كل ايه؟ واحد مننا يميز في الاسره ليه دور. ليه دور؟ الاب والام والاولاد. طيب تعالوا نشوف مع بعض قصتنا بتقول ايه. دخلت والده عمر ومريم حجرتهما، وكان عمر لا يزال نائما، وملابسه وكتبه واوراقه مبعثره في كل مكان. بس ده يميز تصرف مش صحيح ان هو يترك كل اشيائه مبعثره في كل مكان. يعني ايه؟ طب تعال نشوف كده بيقول لك ايه. دخلت والده عمر ومريم حجرتهما. مامه عمر ومريم دخلت الحجره يا ميس اللي هي الغرفه يا ميس اللي احنا بنقعد فيها. برافو، اللي هي الاوضه او الحجره اللي احنا بننام فيها. كان عمر لا يزال نائما، زي ما شايفين في الصوره قدامنا كده عمر كان لسه نايم، وكانت ملابسه هدومه وكتبه واوراقه مبعثره في كل مكان. يعني ايه كانت ايه؟ مبعثره يعني كانت ايه؟ مرميه في كل مرمية حته في الاوضه حواليه، في كل مكان. يبقى والده عمر ومريم لما دخلت الحجره كان ايه عمر كان بيعمل ايه؟ كان مازال نائما، كان لا يزال نائما وملابسه وكتبه واوراقه مبعثره يا ميس في كل مكان. كانت مبعثره يعني ايه؟ كانت مرميه ميس او ملقاه في كل مكان، ملقاه في كل مكان من غير ترتيب. من غير ترتيب. يبقى مره كمان، دخلت والده عمر ومريم حجرتهما، وكان عمر لا يزال نائما. يبقى قلنا لما دخلت والده عمر ومريم الاوضه كان عمر ايه؟ كان نائما يا ميس. كان نائما وملابسه وكتبه واوراقه كان ايه اللي حصل لها؟ كانت مبعثره يا ميس وملقاه في كل مكان. كانت مبعثره وملقاه في كل مكان. طيب نهض عمر مسرعا يبحث عن ملابس الرياضه ليلحق بالمباراه. يعني ايه يا ميس كلمه نهض؟ نهض يعني قام من النوم، كان يعني سريع جدا، كان متصربع كده وقعد يدور ويبحث عن ملابس الرياضه. عارفين طبعا ملابس الرياضه هو كان عايز اللي بنلعب بيها ميس النادي، اللي كان بيلعب بيها وبنروح بيها النادي. كان بيدور اهو، بصوا شايفين حاجته مرميه ازاي في الصوره، شايفين كل ملابسه وادواته وكتبه مبعثره ايه حوالين السرير بتاعه. كان هو عمال يدور ويبحث عن ملابس الرياضه عشان يلحق المباراه بتاعته. يبقى لما عمر امن او نهض من نومه مسرعا كان بيعمل ايه؟ كان بيبحث يا ميس عن ملابس الرياضه ليلحق بالمباراه. يبقى نهض عمر مسرعا يبحث عن ملابس الرياضه ليلحق بالمباراه. طيب تعالوا نشوف بعد كده حصل ايه.
أخذ يبحث ويبحث وتذكر كيف أن والدته قالت له ضع كل أدواتك وألعابك في مكانها حتى تجدها بسهولة، ولكنه لم يتقن عمله ووضعها في غير مكانها. قعد يعني ايه ميس هنا لم يتقن عمله؟ يقصد بيها ايه هنا؟ هنعرف دلوقتي. هو اول حاجه بيقول لك ايه، اخذ يبحث ويبحث، عمال يبحث ويدور على ملابس الرياضه بتاعته. هي يبحث يا ميس معناها ايه؟ يبحث يعني يدور او يفتش. تذكر كيف ان والدته قالت له ضع كل ادواتك والعابك في مكانها. افتكر ان مامته قالت له ان هو ما يلقيش اشيائه في اي مكان، ان هو يحطها في مكانه ايه؟ الصحيح، عشان يقدر يلاقيها بسهولة أو يجدها بسهولة. لكن هو إيه؟ لم يتقن عمله. قلنا من شوية إتقان العمل هو إيه؟ إنجازه أو إتمامه، أو إتمامه دون نقص. دون نقص. لكن هو إيه؟ ما عملش كده. هو أهمل يا ميس، هو أهمل، كانت كل أشياءه مبعثرة على الأرض، كتبه وأدواته كمان في غير مكانها، وحط أشياءه إيه؟ في غير مكانها، غير مكانها. صحيح، عشان كده ما كانش قادر يلاقي إيه أو يبحث عن إيه؟ عن ملابسه الرياضية. ملابسه الرياضية. طيب، قابله المدرب، طبعًا لقى الملابس بتاعته ولبسها وراح فين؟ النادي. المدرب قابله، قال له إيه؟ قابله المدرب وقال له: للأسف يا عمر، لقد تأخرت ولن تستطيع الاشتراك في المباراة بعد ان بدات. طبعا المدرب عارفينه، اللي هو ايه بيدربنا، ايه اللي هو بيدربنا يا ميس في النادي. ايوه، اول ما شافه قال له: للاسف يا عمر، انت مش هتقدر تشارك معانا في المباراه عشان هو ايه، عشان اتأخر. هو اتاخر. طيب هو اصلا اتاخر ليه؟ الادوات الرياضيه بتاعته او ملابسه الرياضيه. طبعا هو طبعا صحى من النوم ما كانش لاقي حاجته او ملابسه الرياضيه، وقعد يدور عليها لحد ما لقاها، عشان كده ايه اتاخر عن ميعاد ايه المباراه. زي ما حضرتك يا ميس قلت لنا، لان كانت ادواته وملابسه وكل حاجه كانت مبعثره. كانت مبعثرة، وهو لم يتقن في عمله. اتأخر عن ايه؟ عن المباراة. وطبعا المدرب اخبره ان هو ايه؟ لن يستطيع الاشتراك في المباراة. قال له ان هو مش هيقدر يشترك. فين؟ يعني هو كده يا ميس مش هيلعب مع اصحابه؟ مش كده، مش هيقدر يلعب مع اصحابه، لان خلاص اصحابه بدأت المباراة وهو ايه؟ اتأخر. اتأخر عليهم. طبعا المباراة بدأت وهو مش هيقدر يستطيع ان هو ايه؟ يشترك. يبقى تاني قابله المدرب وقلنا قال له ايه؟ للأسف يا عمر، لقد تأخرت ولن تستطيع الاشتراك في المباراة بعد أن بدأت. طيب تفتكري هيزعل ولا هيفرح؟ أكيد يا ميس هيزعل، لأن هو كان عايز يشترك في المباراة مع أصحابه. كان عايز يشترك في المباراة مع أصحابه. جلس عمر حزينا لعدم اشتراكه في المباراة. طبعا عمر جلس أو قعد حزين عشان هو ما قدرش يشترك مع أصحابه. فين؟ ما اشتركش يا ميس مع أصحابه في المباراة. ماشي، تعالوا حتى بصوا، شايفين في الصورة كان قاعد حزين، هو ما كانش مشترك مع أصحابه. فين؟ في المباراة. يبقى بعد ما المدرب اخبره ان هو مش هيشترك في المباراة قعد ايه؟ جلس عمر حزينا. طيب روح طبعا البيت، رجع الى بيته، وشرحت والدة عمر له اهمية اتقان العمل. شرحت والدة عمر له اهمية اتقان العمل الذي حس عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا والدة عمر قعدت معاه وقعدت تفهمه أهمية إتقان العمل. طيب يا سنة أولى، إيه هي أهمية إتقان العمل؟ أول حاجة من أهمية إتقان العمل كسب محبة الله والرسول، عشان أقدر يعني إتقان العمل، يعني هيعمل لي إتقان يعني العمل؟ يعني مثل أنا أو أقوم بالعمل على أكمل وجه دون أي إنقاص فيه. أول حاجة لو أنا أتقنت في عملي، ربنا الله والرسول هيحبني. ليه؟ طبعا عشان أهمية إتقان العمل، إن ربنا بيحب جميع عباده. لما بتقن عملي ربنا بيحبني والرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة طبعا بيحبنا، وكمان الرسول بيحب جدا الناس اللي بيتقنوا عملهم. حتى الرسول كمان في حديث من أحاديثه قال إيه؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يبقى أول حاجة من أهمية إتقان العمل اللي والدة عمر اتكلمت فيها مع عمر، قالت له إيه؟ هي كسب يا ميس محبة الله والرسول، إن ربنا يحبنا والرسول كمان عليه الصلاة والسلام يحبنا. إن ربنا يحبنا، وقلنا إن رب الله سبحانه وتعالى يحب إيه؟ عباده الذين يتقنون إيه؟ يتقنون يا ميس أعمالهم. وقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم عن إتقان العمل وقال إيه؟ في الحديث يا ميس اللي حضرتك قلتيه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. دي كده أول حاجة، إن إحنا ربنا والرسول إيه يحبنا. طب تاني حاجة كمان، هنكسب محبة الناس. هنكسب محبة إيه؟
محبة الناس. يعني يا ميس لما نتقن عملنا غير ان ربنا سبحانه وتعالى والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحبنا، الناس كمان يا ميس هتحبنا؟ طبعا الناس هتحبنا وهنكبر في عيونهم جدا. لكن لو احنا مثلا ما اتقناش عملنا وما اشتغلناش كويس او ما عملناش عملنا باتقان، الا يحصل الناس يا ميس اكيد مش هتحبنا وهتبقى زعلانه مننا. برافو. يبقى ايه هي اهميه اتقان العمل؟ قلنا حاجتين. اول حاجه يا ميس هي كسب محبه الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يحبنا، وتاني حاجه ان كمان الناس، وتاني حاجه يا ميس كسب محبه الناس. كسب محبه الناس. كده عرفنا اهميه اتقان العمل. يلا بينا بعد كده نتعرف على الاسئله اللي قدامنا. ضع علامه صح او خطا. اول حاجه رقم واحد، حثنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على اتقان العمل. الإجابة إيه؟ فاكرة الحديث طيب اللي قلته عن الرسول؟ أيوة مش فاكره. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أن يتقنه. يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم. برافو. يبقى كده الرسول حثنا على إتقان العمل. تاني حاجة، وحثنا يا ميس يعني دعانا. دعانا. برافو. تاني حاجة، عمر كان يرتب ملابسه وكتبه. لا يا ميس إجابة خاطئة. عمر كانت أدواته وملابسه وكتبه مبعثرة في كل مكان، ولذلك يا ميس لم يلحق بالمباراة. برافو. بعد كده تعالى نشوف رقم ثلاثة، اتقان العمل له اهمية كبيرة في حياتنا. اجابة صحيحة يا ميس. طب قلنا ايه هي اهميته في حياتنا؟ ان مين هيحبنا ومين؟ كسب محبة الله ورسول. وكمان الناس ايه؟ كسب محبة الناس. برافو. بعد كده رقم اربعة، تلميذ يهمل في اداء واجباته. لا يا ميس دي اجابة خاطئة. ينفع التلميذ يهمل في اداء واجباته المدرسية؟ لا ما ينفعش يا ميس، لازم يتقن في عمله زي ما حضرتك ايه؟ قلت لنا، ويؤدي واجباته. ماشي. رقم خمسة، اشترك عمر في المباراة. إجابة خاطئة يا ميس، هو لم يشترك في المباراة. لم يشترك في المباراة لما لأنه هو لم يتقن عمله، وكانت أدواته وملابسه مبعثرة في كل مكان، وما عرفش يا ميس يوصل لمكان ملابسه بسبب إن هي كانت مبعثرة. برافو. تعالوا بعد كده، جمعنا مع سؤال المتفوقين. سؤال المتفوقين بيقول لي ماذا تعلمت من القصة؟ سؤال مرة كمان، ماذا تعلمت من القصة؟ وبكده يا سنة أولى يكون درسنا انتهى النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.